أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية خلال ساعة من التغطية الحية على شاشة إكسترا نيوز، نخصصها عن الحديث لجهود مبادرة حياة كريمة في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وأيضا لتنمية مهارات طلاب الجامعات على القيادة والتمكين. حياة كريمة حسستني أنا إنسان. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبدا. يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عمل الشغل عملاق كبير. إحنا بقينا بني آدمين وحياة أي حياة كريمة. ينصر ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة دي. أشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيبي. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، أوضتين وصالة. مقبرة أنا هشتغل مع حياة كريمة. تحيا مصر، تحيا حياة كريمة. يا ابن بلدي صبرت كتير ومستني بكرة جايلك مشروعنا كبير وفي ألف فكرة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة لطلاب الثانوية العامة تحت شعار تقدر في 10 أيام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. تستهدف المبادرة تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل. تتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث علم علوم، علم رياضة وأدبي للطلاب بجميع محافظات الجمهورية. كما تسعى المبادرة أيضا لتقديم الدعم المعنوي للطلاب وإرشادهم لكيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها، علاوة على الوقوف إلى جانب أسر الطلاب ودعمهم. طيب جرب سؤال، أنا كمان في نية أن أنا أفعل شيء في المستقبل، أعطي عن الكلام بس أنا مجلس بجلس أما في عندي أريد. تحت شعار تقدر في 10 أيام أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة غير مسبوقة لطلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. لتأتي المبادرة بمحافظة الجيزة لتستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية. حقيقة طبعا الإقبال كان تاريخي جدا، الأمر اللي يعني اضطرينا إن احنا إن شاء الله بداية من بكرة هنبدأ إن احنا نفتح يعني قاعات إضافية، نفتح 3 قاعات إضافية بالتنسيق مع مدير مديرية التربية والتعليم هنا على مستوى مركز الصف. عملنا زي خلية عمل من خلال المنسقين المتواجدين والتشكيل الكيان المتواجد معنا النهاردة من خلال فريق الانتشار. النهاردة أول يوم من فعاليات المبادرة، الحمد لله تمت على أعلى مستوى وبكثافة عالية جدا في إدارة الصف التعليمية في مدرسة الصف الرسمية لغات. تأتي المبادرة إيمانا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم. الفعالية كانت جميلة جدا لأننا احنا استفدنا معلومات كتير احنا ما كناش عارفينها، والأسئلة كانت من شكل تاني احنا ما كناش متعودين عليه. بنصح الكل ان هو يشترك في مبادرة حياة كريمة اللي هي متسقة مع وزارة التربية والتعليم. التعليم ان هو يجي ويشوف معانا الشرح وكل حاجه، حقيقي حاجه جميله جدا بصراحه. قدرت الم حاجات كتير كانت ناقصاني
وإن شاء الله مستمرين معكم كل يوم، وأنصح أي طالب يجي يحضر الفعالية دي. بتوفر مجانية التعليم للطلاب، وغير كده ممتازة جدا، وبتقول أهم النقط اللي ممكن تيجي منها في الامتحان ومن الوزارة. تتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث: علم علوم، علم رياضيات، أدبي، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي للطلاب وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها. وللتحدث بالتفصيل عن مبادرة طلاب الثانوية العامة تحت شعار تقدر في 10 أيام التي أطلقتها حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نجلاء علوي، عضو إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة. بنرحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير، أهلا بك. وزي ما احنا متعودين وكنا دايما في مقدمتنا سواء في برنامج المبادرة اللي بيهتم به كل ما تقوم به حياة كريمة، وحتى في التغطيات يعني أنواع مختلفة من الدعم سواء للأسر الأكثر احتياجا، المتزوجات الحديثات وما إلى ذلك. الآن نرى يعني مبادرة تدعم طلاب الثانوية العامة، وكما معهود يعني سواء من الطلاب أو حتى من الأهالي يحتاجوا لمثل هذه المبادرات. من أين جاءت الفكرة وكيف الآن يتم الاستجابة لها؟ هي فكرة جد ان احنا حبينا نساعد الطلاب ان احنا نعمل ليهم مراجعات مع نخبة من افضل المعلمين المتميزين. المبادرة هي اصلا للطلاب الثانوية العامة، اطلقتها المؤسسة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم التعليم الدعم التعليمي للابناء في المحافظات. احنا طبعا عارفين ان الثانوية العامة تعتبر تحدي ومخاوف امام كل الطوالب وكل اسرة مصرية، فحبينا نقدم ليهم المراجعات ديت بان احنا اشتغلنا مع الوزاره لاختيار افضل العناصر من المعلمين، وبيتم عمل بث مباشر للمراجعات. واحنا شغالين في حوالي 109 مدرسه على مستوى الجمهوريه بالتنسيق مع المديريات التعليميه وزملاء العناصر الرصد الميداني في المحافظات المختلفه ومتطوعين المؤسسه. هل بيبقى الجانب الدعم المعنوي زي ما احنا بنقول هو فقط يعني كيفية الإجابة وطريقة الإجابة والاستجابة للوقت وما إلى ذلك، يعني حاجات إرشادات تكون خاصة بالتعامل مع الامتحان، ولا كمان ممكن يكون فيها جزء مراجعات أو طريقة مراجعة؟ لأن هو حتى الاسم ملفت، يعني فكرة في 10 أيام. يعني احنا من اول ما فكرنا خالص في اطلاق المبادره عمل الاعلان الاول على كان عباره عن جوجل فورم اطلقناها على الموقع على الصفحه الرسميه دي للمؤسسه بتاعت حياه كريمه على صفحه الفيسبوك. المفروض الطلاب سجلوا على اللينك دوت، وكمان ضفنا لينك تاني لتلقي الاسئله الخاصه بالطلاب في المواد المختلفه عشان يقدروا يكتبوا الأسئلة اللي واقفة قصادهم في المواد كلها. وتم توزيع بالفعل الأسئلة دي على المعلمين عشان إن شاء الله يقدروا يساعدوهم في حل تلك الأسئلة. نعم. هل على مدار العشر أيام هيبقى فيه برضو ترتيب مختلف، شيء سلوكي ومعنوي، شيء مراجعة لبعض الأسئلة اللي زي ما حضرتك بتقولي إنهم بعتوها؟ يعني إزاي بيتم تقسيم العشر أيام، وهل هي نفس الناس اللي بتحضر لازم تحضر العشر أيام؟ لا، احنا لغايه دلوقتي اللينك لسه مفتوح، اللي عايز يقدر يقدم يقدر يقدم، واللي عايز يقدر يحط الاسئله بتاعته يقدر يحطها. احنا الايام اللي جايه هتغطي كل ان شاء الله كل المواد بتاعت الثانويه العامه، يقدروا يحطوا اي اسئله هم عايزينها وان شاء الله هيتلقوا الاجابات ليها. ده غير بقى كمان احنا بنشتغل مع عن طريق تقديم الدعم النفسي، هنلاقي دايما المدرسين بيحفزوهم بيطمنوهم، لان احنا طبعا ده دورنا ان احنا نقف جنب الطلبه ونطمنهم لغايه ما يعدوا الفتره الصعبه دي من حياتهم. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. الاستاذه نجلاء علوي، عضو اداره التعليم بمجلس بمؤسسه حياه كريمه، شكرا جزيلا لحضرتك. أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة المراجعات المجانية النهائية لطلاب الثانوية العامة عن طريق الأونلاين، وتأتي تلك المبادرة إيماناً من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة خاصة الشباب. انطلاقا من الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة اللي احنا نخفف على كاهل الأسر المصرية في هذا التوقيت، أطلقنا مبادرة تقدر في 10 أيام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الوزارة في اختيار الأساتذة الأوائل في كل مادة، اللي احنا نسهل على الطلبة اللي بيبلغ عددهم تقريبا حوالي 750 ألف طالب سيخوضوا ماراثون الثانوية العامة هذا العام. عندنا 16 مادة
خلال 10 ايام ان شاء الله هنكون غطينا ال 16 ماده. توجيهات السيد الرئيس هو تخفيف اي معاناه عن الطلاب، فكانت الفكره ان يكون في تعاون بين مؤسسه حياه كريمه وبين وزاره التربيه والتعليم، وبالفعل تم التنسيق مع الوزاره ان هيتم توفير محاضرات مجانيه لكل طلاب الثانويه العامه على مدار 10 ايام، هيتم شرح 16 ماده. الوزاره اختارت مدرسين اوائل وخبراء، والمدرسين دول هم اللي شاركوا في وضع بنوك الاسئله لامتحانات الثانويه العامه. بالاضافه لكده ان الوزاره كمان وفرت بوكلت فيه اسئله للمراجعه وفي اجابات نموذجيه للاسئله. شفت البوست على الفيسبوك كده، كانت المدرسه منزلاه، اتوقع ان شاء الله يبقى في حاجه قبل الامتحانات، وان احنا مع مراجعات وكده نجيب ان شاء الله درجه في الثانويه العامه. جايه هم كانوا كاتبين في جروب المدرسه وكاتبين ان هي في مراجعه انجليش هنا وفي باقي المواد كلها فمجانا، وهيوفر مراجعات كثيره جدا ان شاء الله، وهيبقى مراجعه مهمه جدا ان هي مجانا، ان احنا طول السنه كنا بندفع مصاريف كثيره جدا. ممكن تخليني اخد بالي من حاجات اشد اكتر في المذاكره لو وقع مني، وممكن تخليني اراجع على كلمات اكتر، واسئله ممكن تمهلني ان مش الامتحان هيجي اوفر، لا هيجي كويس ونحل كويس ونعدي. شغل المدرسين كويس جدا، كل المدرسين بيساعدوا الطلبة، خاصة المدرسة لما عملت مبادرة زي دي فهي بتساعد الطالب أصلا أنه هو يتعرف على شكل الامتحان، مستويات كويسة. هي طبعا هتفيدنا كتير جدا وهتساعدنا في احنا نعرف مستوى الامتحان والأسئلة والكلام ده كله. وللمزيد أيضا ينضم إلينا الدكتور أحمد شعيب، منسق عام حياة كريمة بمحافظة الجيزة. بنرحب بيك يا دكتور، ولو تقول لنا يعني فكرة الأونلاين طبعا فكرة ممتازة أنها موجودة، إيه الخطوات اللي ممكن حد يعملها؟ إحنا بنشوف أيضا مراجعات في هذا التقرير بيبقى موجود مراجعات مجانية للي عايز يحضرها، فإزاي بيتم ده؟ وممكن حتى لو محدش كان سامع عن ده من الطلاب ونقدر نرشده دلوقتي، يعني تدينا بعض التفاصيل بعد إذنك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ محمود ومساء الخير على الساده المشاهدين. في الحقيقه مبادره مراجعات الثانويه العامه تقدر في 10 ايام هي رساله طمانه لطلاب الثانويه العامه انه ما زال هناك فرصه لانجاز ومراجعه كافه المواد رغم ضيق الوقت. في الحقيقه المبادره دي بتاتي تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه وبالتعاون طبعا مع وزاره التربيه والتعليم، وانطلاقا من الدور المجتمعي لمؤسسه حياه كريمه في المساعده والتخفيف عن طلاب الثانويه العامه والاسر المستهدفه. المراجعات بتتم بشكل مجاني تام. احنا في هذه الايام واهتمام كافه الاسر المصريه في هذا التوقيت الراهن بنحو ماراثون الثانويه العامه واللي بيشغل كافه الاسر المصريه، اللي احنا الحقيقه الثانويه العامه السنه دي تقارب 700,000 طالب، فاحنا عندنا 700,000 اسره شغلها الشاغل هذه الايام هي الثانويه العامه اللي هتنطلق يوم 12 في الشهر الجاي. نعم. احنا بنتكلم، لو بنتكلم على مبادره تقدر في 10 ايام، المبادره بتتم تقديم مراجعات في كافه المواد بعدد 16 ماده للشعب الثلاثه علمي علوم وعلم رياضه وادبي لكافه الطلاب على مستوى الجمهوريه. المراجعات الحقيقه بتتم على ايدي نخبه من كبار المدرسين وخبراء التعليم على مستوى الجمهوريه، طبعا ده بيتم بالشراكه مع وزاره التربيه والتعليم. لو نتكلم بقى على الطالب ازاي يعرف المواد وايه الجدول وآلية التواصل مع سواء مع مؤسسة كريمة او مع المدرسة او الادارات التعليمية المشاركة معانا، فاحنا عندنا بنعلن على الويب سايت بتاع المبادرة وبتاع المؤسسة وكافة القنوات الاعلامية الشريكة معانا بصراحة، ومن خلال المديريات التربية والتعليم ومن خلال المدارس. لو نتكلم على محافظة الجيزة فاحنا بدأنا المراجعات بدأت بالأمس على مستوى 14 إدارة تعليمية بمادة اللغة الإنجليزية، والحقيقة احنا كنا متخوفين من إقبال الطلبة، إنما مع بداية أول يوم اللي بدأ أمس في مادة اللغة الإنجليزية كان عندنا حضور أكثر من 1700 طالب وطالبة على مستوى المحافظة. الأمر اللي خلانا إن كنا مثلا حاجزين قاعة أو قاعتين في بعض المدارس، وصلنا اللي احنا فتحنا بالأمس 6 قاعات في مدرسة واحدة، وفي إدارات تانية فتحنا مدارس مجاورة عشان نستوعب الأعداد. فالحقيقه كان في اقبال مميز جدا من الطلبه. بدانا امبارح بماده اللغه الانجليزيه، والنهارده ان شاء الله عندنا في شعبه العلم رياضه مواد التفاضل والديناميكا، ورغم التقلب وظروف الطقس غير مستقره فاحنا عندنا اقبال النهارده جيد بصراحه، وده بيشير الى نجاح المبادرة بشكل أو بآخر يعني. طيب بالنسبة بس عشان أنا يعني برضو للسادة المشاهدين أو السادة وحتى الطلاب اللي عايزين يتابعوا الموضوع، موضوع الأونلاين
وفكرة الأونلاين، هل هي بتبقى محاضرات مسجلة ولا ليها وقت معين، ولا اللينك ده بيبقى موجود يقدر يدخل في أي وقت يراجع من خلال هذا اللينك يعني؟ لا، هو الحقيقة المحاضرات بتبدأ في على مستوى الجمهورية في توقيت ثابت بيبدأ فيه البث من القاهرة يعني ده بث مباشر، آسف للمقاطعة، صح؟ بث مباشر بيتم من القاهرة وبيتم في نفس التوقيت على مستوى الجمهورية، ومع البث المباشر بنوفر بوكلت أسئلة معد من قبل الخبراء أو المدرس المادة اللي بيلقي المحاضرة أو المراجعة بيوزع على الطلاب مجانا. المؤسسة بتدرس حاليا اللي احنا بنوفر المادة العلمية دي بعد انتهاء هذه المراجعات، هنوفرها على صفحة المؤسسة هذه المراجعات إن شاء الله يعني. أنا بشكرك طبعا يا دكتور على كل هذه الجهود، وبتفق مع حضراتكم أهمية هذه المواضيع وبتكون مفيدة جدا للطلاب. الدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بمحافظة الجيزة، شكرا جزيلا لحضرتك. في إطار الدور المجتمعي أيضا، قامت مؤسسة حياة كريمة بإطلاق مبادرة لمراجعة مواد الثانوية العامة أونلاين في كل المواد بعدد من المحافظات بالاستعانة بنخبة من أفضل المعلمين. خلينا نتعرف على مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. في إطار دورها المجتمعي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة، تم إطلاق مبادرة لمراجعة مواد الثانوية العامة أونلاين بجميع محافظات مصر من خلال شاشات عرض لشرح مراجعات مواد الثانوية العامة مجانا، والتي يتم تنفيذها بداية من 30 مايو، وبدأت بمادة اللغة الإنجليزية. وكان مركز زفت بمحافظة الغربية هو واحد من ضمن المراكز التي شهدت فعاليات المبادرة. في مؤسسة حياة كريمة جالنا تكليف إن الملف ده لازم نستلمه ونساعد أهلنا في إن احنا نخفف عليهم شوية في المراجعة، جايبين لهم إن شاء الله مدرسين من أشهر المدرسين على مستوى الجمهورية. حياة كريمة قامت بدور كويس جدا، وإنها طبعا وفرت لنا كل اللي هيقوم بالمحاضرات وساعدتنا في تجهيز المكان. معنا قامات من التربية والتعليم قائمين على المراجعات اليوم إن شاء الله بإذن الله، أتمنى إنها تحقق الفايدة المرجوة منها بإذن الله. كل سنة بيبقى في مشاكل في الثانوية العامة وفي الاختبارات، فحياة كريمة وفرت لهم السنة دي المراجعات من قمم وقامة عالية للتربية والتعليم. المبادرة التعليمية تستهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة ورفع الأعباء عن كاهل الأهالي من أولياء الأمور بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية. يبقى النهارده عشان احضر ليا مراجعه ثالثه ثانوي في الانجليزي، ويعني هتفيدنا كتير احسن كمان من الدروس. بقدم الشكر لمبادره حياه كريمه لان انا استفدت جدا منها، وكنت جايه كنت قلقانه متوتره جدا، ودلوقتي اقدر ادخل الامتحان واتعامل معاه بسهوله. النهارده كانت اللغه الانجليزيه، كان استفدت كتير جدا، ودلوقتي انا كنت خايفه من الانجليزي ودلوقتي ادخل الامتحان مطمنه جدا، فشكرا لحياه كريمه. القوافل التعليميه يتم تنفيذها بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم ومؤسسه حياه كريمه، تضم نخبه من الخبراء والمعلمين من ذوي الكفاءه المهنيه المختلفه. وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة زينب سامي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالغربية. بنرحب بحضرتك طبعا يا دكتور، وعن صدى ذلك أيضا في المحافظات، يعني كنا نتحدث عن محافظة الجيزة، لكن فكرة المراجعة، تقديم التسهيلات للطلاب في مرحلة الثانوية العامة، توفيرها أونلاين، تقديم المراجعات في كل المواد، كيف يعني يجد أهالي الغربية كل هذا الصدى؟ اهلا بحضرتك يا فندم وكل مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا في الغربيه علشان نبتدي ان احنا نجهز لتقدر في 10 ايام ونقدر نساعد اخواتنا الطلبه في ان هم يتعدوا الفتره الجايه عشان يقدروا يدخلوا امتحاناتهم بكل سهوله وبساطه، جهزنا في ال10 ادارات تعليميه اللي عندنا 10 اماكن. احنا عندنا اداره شرق طنطا، اداره غرب، شرق المحله، غرب المحله، أطور، زفته، كفر الزيات، سمنود، الصنطة، بسيون. كل الأماكن دي كان فيها مكان أو اتنين بيقدموا من خلالهم مراجعة الثانوية العامة.
نعم. استقبل بقى ازاي الطلاب ذلك؟ يعني هل تحدثتوا مع اهالي الطلاب يعني يشعروا باطمئنان اكتر، فكره انه 10 ايام ليه انه يقدر في خلال 10 ايام انه يطمئن قبل دخول الامتحان؟ لما يكون معانا اللي هيعمل المراجعه دي هم اشهر واشطر المدرسين على مستوى الجمهوريه في تخصصاتهم، اكيد هم هيبسطوا المعلومه جدا وهيوصلوها جدا للطلاب، فده كان عامل قوي جدا معانا في المبادره او في الفعاليه، ان احنا نقول لهم احنا جايين ومعانا افضل ناس في تخصصاتهم علشان يبتدوا يسهلوا لكم المعلومه جدا، وعلشان خاطر تقدروا تدخلوا امتحانكم وانتم مغطيين المنهج وكمان واخدين اسئله عليه وكمان معاكم الاجابات بتاعتها. نعم طبعا كل التوفيق طبعا لحضراتكم، وبنشكر في كل المحافظات منسقين حياه كريمه لانهم بيسهلوا على الطلاب كل ذلك. الدكتورة زينب سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالغربية، شكرا جزيلا لحضرتك. وفي الإسكندرية أطلقت مؤسسة حياة كريمة المراجعات المجانية أيضا لطلاب الثانوية العامة أونلاين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في ضوء التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال نخبة من أكفأ المعلمين المتميزين. المبادرة عبارة عن أن الطلبة بيجوا لمدة 10 أيام ياخدوا درس كويس جدا أو مادة كبيرة جدا علمية من جميع المواد المختلفة سواء كانت عربي أو إنجليزي أو كيمياء أو طبيعة من أكبر مدرسين موجودين في محافظة إسكندرية أو في الوزارة. عليهم أن هم بيسمعوا وعليهم أن هم بيرصدوا وعليهم أن هم بيتناقشوا، فدي تعتبر حاجة كويسة جدا أن يجي الطالب مجانا بدون دفع مع مصاريف مالية من جانب ولي الأمر علشان ياخد تعليم. طبعا الفعالية دي هتستهدف مراجعات للثانوية العامة لمدة 10 أيام متواصلة. هيبقى عندنا مواد مختلفة، كل يوم في سكادول نازل على الصفحة الرسمية بتاعة المبادرة، وطبعا على الموقع بتاع وزارة التربية والتعليم هيبقى لمدة 10 أيام. في نفس الوقت احنا معانا مدرس وموجه في كل مدرسة هيرد على كل أسئلة الطلاب بتاعتنا. الموضوع كان كويس إن المدرسين بيحلوا معنا أسئلة، والموضوع لطيف يعني الموضوع تمام، فكرة محدش حل معنا قوي وفي حاجات مكناش ممكن نكون مخدناش، بس الحمد لله يعني ممكن يكون الفترة الجاية دي علمي وأدبي كده هيتعاملوا معنا بإذن الله. جيت سجلت عن طريق اللينك وجيت النهاردة، وصراحة المدرسين كانوا كويسين جدا وشرحوا برضو تريكات وحاجات أنا مكنتش عارفاها، وكمان إن هيجي العشر أيام اللي جايين الدنيا تمام وان شاء الله تتكرر بتوع السنين اللي جايين. عرفت المبادره عن طريق الانترنت ولقيت فيها فايده لينا وكده، فقلت اجي احضر استفاد، والموضوع جميل جدا يعني ما فيهوش اي حاجه وحشه خالص، وبنصح بكل الشباب اللي في ثانويه عام يجوا يحضروا المبادره كلها فايده يعني هيستفادوا. جيت عن طريق صحابي هم اللي قالوا لي الشرح حلو واسئله حلوه جميله وفي اسئله اول مره اشوفها، ويا رب كل يجي ويستفاد. نحسن حياة الناس نعينهم على دنياهم يعني احنا هنبقى عملنا حاجة كبيرة قوي. جي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس. انا هخلي معاك البركة، وريني هتعمل ايه في بلدك وهتعمل ايه لناسك. هتغير صحيح، هتصلح أحوال صحيح. يا رب أكون أقدر أو نقدر مع بعض إن شاء الله. مش أنتوا أمنتوني عليها؟ مش أنتوا أمنتوني عليها؟ هقول يا رب يعني على هذه الأمانة. رئيسنا قالها بكل حماس، حياة كريمة لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة لأهالينا، لكل
إنني سأعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله بثقتي في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة. كريمة حسسيتني أنا إنسان. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبدا. يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عمل الشغل عملاق كبير. إحنا بجينا بني آدمين وحياة أي حياة كريمة. ينصر ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة دي. أشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيبتي. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، أوضتين وصالة. مقبرة أنا هشتغل مع حياة كريمة. تحيا مصر، تحيا حياة كريمة. يا ابن بلدي صبرت كتير ومستني بكرة جايل لك مشروعنا كبير وفي ألف فكرة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من كرها ولا حد اعلنت مؤسسة حياة كريمة انتهاء البرنامج التدريبي الاول لطلاب الجامعات الذي تم الانتهاء من الجزء الاول منه، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي واهميته بالاضافة الى اثراء المتدربين بمهارات القيادة والمهارات الشخصية، كذلك التعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.
بواقع 12 ورشة عمل ومحاضرة. اختتمت مؤسسة حياة كريمة فعاليات المرحلة الأولى النظرية من تدريب طلاب الجامعات، حيث استمر التدريب النظري لمدة 6 أيام. استهدفت فيها المؤسسة تدريب الطلاب على المهارات الحياتية الأساسية والمعارف الرئيسية الهامة، وعلى رأسها قضايا وتحديات القرى ومحاور عمل المشروع القومي حياة كريمة وقطاعاته المختلفة. 6 أيام اللي فاتوا دول كانوا جزء منهم نظري، وبعد 6 أيام دول هيبقى فيه جزء كمان عملي. الجزء النظري كان داخل فيه مواضيع كتير بتخص الهيومن ديفلوبمنت أو التطوير المهني تحديداً. دي واحدة من الدور اللي بيقوم به مؤسسة حياة كريمة في التوعية ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، وخصوصاً للجيل ده، وهو البرنامج اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، وهو برنامج طلاب الجامعات. كما تم دراسة موضوعات عديدة خلال أيام التدريب كالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وفهم وتسويق الذات ومهارات الإدارة ومبادئ إدارة المشروعات والشمول المالي ومهارات القيادة، الأمر الذي عمل على إكساب الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة وتشجيعهم على العمل التطوعي. فكرة المبادرة عموما أو التدريب ده إن احنا كملنا فيه هي حاجة بالنسبة لنا جديدة، إن احنا ما شاركناش في حاجة زي دي قبل كده. تعلمت إزاي أشتغل في تيم وورك، تمام؟ ازاي لو عندي فكرة اشتغل عليها، احدد اهدافها. اشكر الاكاديمية على التدريب ده، وقال لهم يفضلوا يكملوا ويستمروا، يساعد لهم يجمع عدد اكبر من الشباب اللي هم ينضموا ليهم ويشاركوهم في المبادرة. بشكر حياة كريمة انها قدرت توفر لنا قائمة متطوعين، لان احنا اصلا بالفعل متطوعين في حياة كريمة، وبشكرها على التدريب ده جدا، وإن شاء الله نتقابل في تدريبات تانية كتير بإذن الله. يذكر أن التدريب سوف يستأنف ميدانيا في 22 من يونيو القادم، وسوف يتم زيارة عدد من المواقع الميدانية على رأسها مشروعات حياة كريمة ومبادرات حياة كريمة التي تم تطبيقها بالقرى المختلفة، وعلى رأسها المعامل الرقمية ومبادرة التعليم حياة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة أولى برامجها التوعوية على مستوى الجمهورية لتدريب طلاب الجامعات على مهارات القيادة والتمكين التي تؤهلهم لسوق العمل وتساعد على دمجهم في المشروعات القومية. أطلقت مؤسسة حياة كريمة أولى برامجها التوعوية لتدريب طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. كانت البداية بتاعتنا بندوات تعريفية ومحاضرات داخل كافة الجامعات على مستوى الجمهورية لتعريف الشباب ما هو المشروع القومي حياة كريمة. بنعرفهم بالمشروعات القومية للدولة، بنعرفهم بعض مهارات القيادة والمهارات اللي تمكنهم من تسويق نفسهم داخل سوق العمل، واللي من خلالها نقدر ان احنا ندمجهم داخل المشروع القومي حياة كريمة. يقوم البرنامج بتنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة والاستماع لأفكار ومقترحات الطلاب المختلفة. الأفكار والمبادرات اللي استقبلتها مؤسسة حياة كريمة على مدار 6 شهور فاتت كانت أفكار قيمة جدا. من هنا طلعت مؤسسة حياة كريمة قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في فترة إن احنا نستقبل الطلاب الجامعات في الأكاديمية الوطنية للتدريب. عن حياة كريمة طبعا في التلفزيون رمضان اللي فات كان في حاجات كتير قوي انتشرت عنها، بلس انه في بروتوكول تعاون بين الجامعة عندنا في البي يو اي ومؤسسة حياة كريمة. نزلنا كذا قافلة طبية مع بعض، وكان في زيارات كتير في أماكن مختلفة. ويستهدف البرنامج تمكين الشباب من تطوير أفكارهم لتطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع داخل قرى حياة كريمة بمراحلها المختلفة. أول ما جينا كل واحد مننا كان عنده فكرة، بدأنا نتقسم لتيم ونشير الأفكار بتاعتنا مع بعض عشان نقدر في الآخر نوصل لفكرة فعلا نقدر ننفذها على أرض الواقع وفعلا تقدر تخدم مجتمعنا المصري. على مدار الفترة اللي احنا درسناها او اللي احنا اتدربنا فيها في حياة كريمة، لقينا فكرة بروجكت او فكرة مبادرة اسمها واعي. واعي بتهدف لتوضيح فكرة المرض النفسي ومجابهة الافكار المغلوطة عن المرض النفسي والطبيب النفسي.
مؤسسة حياة كريمة من خلال المحاضرات اللي احنا جينا هنا وتدربنا عليها، زي محاضرة تدربنا على محاضرات اقتصاد، محاضرات في الإعلام، محاضرات في حياة الإنسان عموما، إيجابياته وسلبياته، قدرنا منها اللي احنا نطلع نفهم أكتر في كل مجال هو بيتكلم عن إيه وتخصصه بالضبط، بحيث خلانا السوفت سكيلز عموما عندنا تعلى بدرجة كبيرة. ويعد هذا البرنامج التدريبي خطوة على طريق مؤسسة حياة كريمة في تعزيز الوعي لدى الشباب والنشأ، وتحفيزاً لما يطرحونه من أفكار ورؤى. وللحديث عن هذا الدور التوعوي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في الجامعات، ينضم إلينا الدكتور أحمد داود، عضو إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة. بنرحب بحضرتك يا دكتور. مساء الخير على حضرتك استاذ محمود، مساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا في البدايه، يعني لما احنا شايفين الطلاب بتتكلم، اللي بيقول جزء خاص بالاقتصاد، جزء اعلام، جزء عن البرامج او يعني التخصصات الموجوده داخل بهذا التدريب، وايه الهدف منه؟ يعني هل لكل موضوع انه يبقى الناس بتختار، ولا هو بيبقى بياخد جزء عن كل حاجه؟ الحقيقة بس خلينا أوضح أن قطاع المبادرات داخل مؤسسة حياة كريمة بيختص بتقديم المبادرات الخاصة بالتعليم والثقافة والتوعية والتمكين الاقتصادي والدعم الغذائي والتدخلات الطبية وسكن كريم. فإحنا دورنا أن احنا نوعي طلاب الجامعات ونشركهم معنا في العمل الأهلي والعمل التطوعي بشكل يكون أفضل، ويكون كمان هم سفراء للتنمية وسفراء للعمل التطوعي في مصر في كافة المحافظات وكافة المراكز. فشباب الجامعات هم عنصر أساسي وفاعل في بناء المجتمع وفي نشر الفكر وفي نشر الوعي، لكن طبعا أكيد لازم يكون فيه تدريب كامل وتدريب وافي من خلال مؤسسة حياة كريمة للشباب علشان يشاركوا بشكل مستنير وبشكل فاعل ويقدروا يقدموا أو يسهموا يعني في تقديم مبادرات قبل التنفيذ وفقا للمعايير الصحيحة يعني. نعم. لو حد بيتساءل من الشباب وعن العمل التطوعي وأهميته، بيقول السؤال بالتلقائية بتاعت أنا بستفيد إيه كمتدرب أو كمتطوع، إن أنا هبقى متطوع ده هيفيدني بإيه؟ جميل جدا. هو اول فايده هو بيفيد نفسه، هو لانه بيكتسب كثير من المهارات، سواء المهارات الشخصيه او حتى المهارات المهنيه، وبيكتسب الكثير من طرق التفكير واساليب التفكير واساليب مثلا اعداد المبادرات، بيكتسب يعني معرفه كبيره جدا عن اليات العمل الاهلي والتطوعي والتنموي، بيشارك في وضع خطط ومشروعات، وبيقدر ان هو يساهم بشكل فعال في تنفيذ المبادرات، فبيكتسب مهاره، بيكتسب خبره في ان هو يقدر بشكل فعال ينفذ بعد كده مشروعات تنمويه او حتى يفيده على المستوى المهني او على المستوى التطوعي، بيخدم نفسه وبيخدم المجتمع بتاعه. فدي استفادة كبيرة جدا بغض النظر عن الاستفادة الثانية اللي هي الاستفادة في تنفيذ المشروعات اللي هو بيشرف أصلا على تنفيذها في تنمية المجتمع وتطويره. طيب الموضوع، هرجع معلش للسؤال الأولاني يا دكتور، وفكرة التقسيم البرامج أو يعني التخصصات، التخصص الخاص بالاقتصاد، التخصص الخاص بالإعلام، تخصص خاص بالتعامل النفسي وما إلى ذلك، أهمية ذلك وإيه اللي بيستفيد فيه برضو مش بس كعمل تطوعي، إنه أنا شايف إنه مجال عام إنه ياخد أفكار مختلفة وتدريبات مختلفة. بالضبط. فعلا هو المتدرب عندنا يعني بيمر او بيتدرب على اشياء كتيره جدا، يعني في قدر كبير جدا من ورش العمل بتتم داخل التدريب، يعني في ورش عمل بيتم تنفيذها، في افكار بيتم عرضها وبيتم مناقشتها، ودي قابله طبعا بتبقى قابله للتنفيذ. يعني مثلا التدريب في اليوم الاول كان طبعا تدريب مكثف جدا عن انشطه المؤسسه و كمؤسسة تنمية مستدامة مبادرة السيد رئيس التطوير الكرة والريف المصري. فخد يعني طلاب الجامعات، سواء الجامعة البريطانية ومصر للعلوم والتكنولوجيا والإسكندرية وبنها والمستقبل، خدوا ورش عمل كبيرة جدا عن آليات العمل الأهلي، زائد كمان إن يبقى فيه تنفيذ للمبادرات ومجموعات العمل المختلفة.
الطلاب طبعا قدموا افكارهم وعرضوها بشكل طبعا تحت توجيه واشراف فريق عمل المبادره لتنفيذ طبعا لوضعها في اطار عام صحيح وسليم قابل للتنفيذ. طيب وبرضه كمان الطلاب استطاعوا ان هم طبعا يحضروا محاضرات مثلا في اليوم الثاني خدوا محاضرات عن التحديات الاقتصاديه اللي بتواجه الدوله والازمه الاقتصاديه وايه اسبابها، نمو سكاني، دور الدوله ودور منظمات المجتمع المدني والدور المكمل للعمل اللي هو التطوعي. برضو خدوا يعني محاضرات عن الاعلام وتنميه الوعي. خدوا كمان مبادرات او محاضرات طبعا، عمل ورش عمل كتير جدا يعني في اكثر من 12 ورشه عمل تم عملها على مدار المرحله الاولى من مراحل مبادره تدريب شباب الجامعات. برضو خدوا محاضرات كتيرة جدا على التفكير الإبداعي والتفكير الابتكاري، الإبداع في العمل التطوعي والأهلي. كل هذه كمان يعني في كمان محاضرات تاني يعني في القيادة الفعالة، المهارات الشخصية، كل دي استفادة في إدارة المشروعات والتطبيق العملي على إدارة المشروعات، وده شيء مهم جدا. يعني الدراسة مش دراسة بس، مش مجرد مثلا دراسة نظرية أو تدريب يعني مرسل او تدريب، لا ده في كمان خطط ومشروعات بتتم تطبيق يعني معينة. مش نظري فقط يعني. انا بشكرك طبعا على كل هذه الايضاحات الدكتور احمد داوود عضو اداره التوعيه بمؤسسه حياه كريمه على كل هذه المعلومات. ناس حلوه جواها افكار، مين اللي قال دي اول خطوه في المشوار محتاجه زقه. ناس حلوه جواها افكار، مين اللي قال لا دي اول خطوه في المشوار محتاجه زقه. بتلف مصر حياه كريمه وفي كل مصر دي حاجه عظيمه، بتساعدك تبدا اول خطوه ما انت مصري وليك ايد. حياه كريمه حسستني انا انسان. دي مبادره من سيادة الرئيس بصراحه ما حدش ينساها ابدا. يعني حياه كريمه على مستوى الجمهوريه عملت شغل عملاق كبير. احنا بجيله بني ادمين وحياه اي حياه كريمه. ينصر ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوه دي. اشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني انه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافه حبيبتي. حياه كريمه بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، اوضتين وصاله. مقبره انا هشتغل مع حياه كريمه. تحيا مصر، تحيا حياه كريمه. يا ابن بلدي صبرت كتير ومستني بكره جايل لك مشروعنا كبير وفي الف فكره. هتلف مصر حياه كريمه وفي كل مصر دي حاجه عظيمه. هتلف مصر حياه أعلنت مؤسسة حياة كريمة رعاية وتبني موهبة الشاب جورج ألبرت نحات تمثال المرأة الإفريقية من محافظة المنيا، وذلك ضمن الخطة الخاصة بالمؤسسة لاحتضان المواهب الفنية المختلفة وتأكيدا منها على تقديم كافة أشكال الدعم للمواهب الفنية من أجل تطوير موهبتهم وصقل خبراتهم. المزيد في هذا التقرير. ضمن خطة حياة كريمة في دعم المواهب الشابة استقبل أعضاؤها جورج ألبرت طالب في العشرين من عمره يمتلك موهبة الرسم وتشكيل المنحوتات الفنية لبحث كيفية تنمية موهبته والاستفادة منها. جورج بالنسبة لنا مصدر إلهام مش بس لمؤسسة حياة كريمة، لكافة متطوعيها على الأرض. فقررنا ان احنا فعلا هنتواصل معاه، هنبدا ندعمه من دلوقتي لحد ما نوصله لاكبر مكانه ممكنه. وده بسبب ان احنا مؤسسه حياه كريمه من دورها الاساسي ان احنا لازم ندعم كل المواهب الشابه وكل الناس المتفرده في امكانياتها وفي مهاراتها علشان نوصلهم لاعلى قيمه معاهم واحنا معاهم طبعا.
سعادة عارمة عمت وجه هذا الشاب عندما تفاجأ بأن حياة كريمة ستعمل على دعمه لتمكنه من النحت وممارسة عمله في مناخ إبداعي يتلخص في اهتمام المؤسسة بأشكاله الفنية حتى تصل به إلى طريق الإبداع الصحيح. ليس هو فحسب، بل تسعى حياة كريمة في الوصول إلى غيره من الموهوبين في كل المحافظات. مؤسسة حياة كريمة تواصلوا معايا عن طريق الفيس وحددوا ميعاد معايا وجيت استضافوني، كرموني بجائزة حياة كريمة وخدوا كل التفاصيل عنه وكل المستلزمات يعني اللي أنا أحتاجها في مجال الفن أنا أكمل وأوصل الحلم يعني. بالنسبة لي لحظة أكيد فخر وشرف لي أكيد طبعاً أن أنا أكون وسط مؤسسة حياة كريمة. حياة كريمة ليست مجرد كلمة ترفع على اللافتات فقط، بل هي مؤسسة تبني وتطور وتمكن وتتبنى لتنهض بكل شباب مصر في كل المجالات الحياتية المختلفة. شاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية وبيطرية بمركز سمنود وقرية النوية بمحافظة الغربية. ضمت هذه القافلة 12 تخصصا طبيا، منهم عظام وأنف وأذن وحنجرة وأطفال، بإجمالي عدد المستفيدين بأكثر من 1276 مواطنا، منها 81 تم تحويلهم للمستشفى الجامعي لفحوصات أكثر دقة بجانب القافلة البيطرية بنفس القرية. لنتعرف على المزيد في هذه التفاصيل من خلال هذا التقرير. لم تكن القوافل الطبية التي تطلقها مؤسسة حياة كريمة مرتبطة بعدد أو عامل زمني، فهي مستمرة من أجل المواطن الأكثر احتياجاً وبكل محافظات مصر. في محافظة الغربية تم تنظيم قافلة طبية بقرية النوية بمركز سمنود بتخصصات عدة، الكشف والعلاج بها بالمجان. النهاردة جايين لحد أهالينا علشان نعمل توقيع الكشف عليهم، والحالات اللي محتاجة تحويل أو عمليات يتم تحويلها للجامعة بالمجان. القافلة الطبية بتشتمل على 12 تخصص، ما بين تخصصات جراحية وما بين تخصصات أمراض بطنية، جراحة العامة، جراحة أنف وأذن والرمد والبطنة والصدر والجلدية ومعظم التخصصات. 12 عيادة تنوعت ما بين تخصصات نفسية وصحية لعلاج ما يقرب من 1300 حالة طبية، منهم 81 حالة تم تحويلهم للمستشفيات لاستكمال مراحل العلاج. بشكر حياة كريمة وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي هو اللي عامله. دكاترة زي العسل وفل، ربنا ينجهم في طريق. قالوا في قافلة طبية جاية، جيت اكشف، كشفت مسالك بولية وصدر تمام، دكاترة مية مية ممتازين جدا. قافلة محترمة جدا ودكاترة محترمون جدا، وبصراحة ربنا عطرنا في دكتورة بصراحة يعني قمة الذوق والأدب والاحترام. جانب آخر تسعى إليه مؤسسة حياة كريمة في ظل مساعدتها للمواطن الأولى بالرعاية، خاصة في القرى، بتقديم قافلة بيطرية لعلاج المواشي والدواجن والخيول بالمجان. كل شهر تقريبا عندنا قافلة بيطرية في بلد من قرى سمنود بنعالج حيوانات وطيور. نشكرهم جدا ان هم نزلوا لنا البلد قافله ومستعنين بالبلد والناس اللي في البلد. طبعا بنشكر حياه كريم على المبادره اللي هي عاملاها وعلى الساده الدكاتره اللي هم شرفونا. قافله مفيده للناس، احنا جونا برضك قبل كده في ميت عساس، لما عرفت اللي هم هنا في النوية جات لهم النوية هنا وراهم برضه. بنشكر حياه كريم والله الصراحه، قافله كويسه جدا وناس محترمه وبيراعوا الحاجة كأنها حاجتهم بأمانة يعني. تظل مؤسسة حياة كريمة مستمرة في جهودها من أجل المواطنين الأكثر احتياجاً ورفع مستوى المعيشي والاقتصادي لهم من خلال تقديم الدعم المباشر في مختلف النواحي الحياتية بهدف رفع العبء عنهم وتقديم كل ما يلزمهم. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية الحية، شكراً لحضراتكم على طيب المتابعة.